بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل شرح الشابتر 6 Frequency Response and Bode Plot من مقرر التحكم الآلي، ويحدثكم الدكتور منجي محمد زيدي. هنا سنتكلم على Frequency Response، وخصوصا نتكلم على First Order Process or the First Order System. نأخذ مثلا First Order System هو K Gain على Tau S Plus 1. هذا First Order System يعني هو في شكل complex number، لأنه لو نذكر بالcomplex number، إذا عندي مثلا complex number z equal to a plus jb، فبالنسبة لهذا complex number يعني له magnitude or mod equal to root square a square plus b square، وله زاوية. كيف نحددها الزاوية؟ نرسم أولا complex number z، له a as real part والb as imaginary part. هذه هي زاوية الكمبلكس نمبر ثيتا فور اكزامبل. اقول تان ثيتا ايكوال ايش؟ ايكوال المقابل، وهو يعني يمثل البي، على المجاور، وهو يمثل الريل بارت، وهو اي. وبالتالي ثيتا هي تان ماينس 1 بي اوفر اي. يعني لكل كمبلكس نمبر ايش؟ لكل كمبلكس نمبر عنده ماجنتيود اند ان انجل. So the first order system J of S equal to K على tau S plus 1. الـ JJW يعني نغير الـ S، المتغير S يصبح JW، وبالتالي الـ JJW equal to K على 2JW plus 1. هذا الـ K تقسيم tau JW plus 1 لازم أجيبه في شكل إيش؟ لازم أجيبه في شكل A plus JB، يعني هو عدد مركب له real part وله imaginary part. بكل بساطة يعني نضرب من في المقام وفي البسط في tau JW minus 1، وفي المقام مضروب نفس الشيء في tau JW minus 1، وبعد بعض الخطوات السهلة أتحصل على complex number في الأخير في شكل real part plus j imaginary part. وهنا لابد يعني أن نحدد الreal part، ولابد أن نحدد الimaginary part، ولابد أن بعدها نجيب المود يعني الamplitude زي كده، يعني هو root square of the real part square plus imaginary part square، وبعدها نجيب إيش؟ نجيب الزاوية، وهي tan minus 1 الimaginary part على الreal part. هذا الفيرست اوردر سيستم يعني في الاخير سيصبح يعني في شكل ايش؟ في شكل ريل بارت اي اند ايماجينري بارت بي. وبالتالي ذا مود اوف ذا فيرست اوردر سيستم هو سيكون يعني هذه القيمه. وبالنسبه للزاوية يعني زاوية هذا الفيرست اوردر سيستم هي tan minus 1 real imaginary part على real part، والimaginary part هي tau w والreal part هي 1. وبالتالي يعني الماينس tan minus 1 هي الزاوية ثيتا، والk على root square w square tau square plus 1 هو ال amplitude ratio او the magnitude. The frequency response. Usually نحن نتكلم على the frequency response. A first order system لازم أول شيء يكون عندي حاجتين. الحاجة الأولى هي amplitude ratio. Amplitude ratio هي قلنا أنه the first order system أو second order system أو أي نظام لازم نجيبوه. يعني لما نتكلم على the frequency response لازم نجيب النظام في شكل إيش؟ في شكل A plus JB. يعني هو real part و imaginary part. وبالتالي الـ amplitude ratio هو يعني الـ amplitude ratio هو بكل بساطة root square a square plus b square. وبالنسبة للفاي زاوية يعني هذا النظام أو زاوية هذا الكمبلكس نمبر بالأحرى هي إيش؟ هي بالنسبة للزاوية هذه هي tan minus 1 على tan minus 1 إيش؟ imaginary part a b على a. أوكي؟ فيعني عموما لما نتكلم على الـ frequency response لازم أول شيء نأخذ الـ J of S النظام المعطي as function of S، المتغير هو S، the S variable or the complex variable. بعدين نعوض الـ S بالـ JW. بعد ما نعوض الـ S بالـ JW I should determine the mode or the magnitude of this first or of this system and the argument or the angle of this system. بعدها نجيب إيش؟ نجيب الـ amplitude ratio، وهو قلنا أنه هو root square of real part square plus imaginary part square، وفي الأخير نجيب الزاوية وهي الأرجمنت أو وهي tan minus 1 real part أو imaginary part على الريل part.
بارت. هذه يعني بعض الخطوات التي يجب اتباعها في كل دراسة نظام، يعني من خلال يعني الفريكونسي ريسبونس، يعني كيف يستجيب للتردد. ثانك يو.